اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الوطني للرجال حول العالم، وكما عودناكم في كل حلقه نختار لكم الافضل والمميز. رحبوا معي في ضيف حلقه اليوم الدكتور اسامه المجالي، الزمالة الامريكي للامراض الجلديه والتناسليه وايضا جراحه الجلد والليزر. طبعا دكتور حضرتك كنت مستشار امراض جلديه في مدينه الحسين الطبيه سابقا. بدايه مساء الخير دكتور اسامه. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك، منورنا طبعا عبر قناه جسارة الفضائيه. الله يسلمك ويبارك فيك. دكتور اسامه، بالبدايه بنحب نعرف الساده المشاهدين بحضرتك اكثر عن بدايه مشوارك العملي، مكان الدراسه، عن العائله الصغيره الله يخلي لك اياها. تفضل. البداية البكالوريوس من مصر، من جامعة عين شمس. نعم. في القاهرة خلصت البكالوريوس، وبس جيت هون التحقت بالقوات المسلحة بالخدمات الطبية، وبعديها أخذت من الاختصاص والبورد الأردني من المدينة الطبية. نعم. إن شاء الله. نتحدث عن أستاذي عن العائلة الصغيرة زي ما حكيت لك، تفضل. عن يعني تكون من المدام وولدين. خلي لك ياهم يا رب. دكتور اسامه، الان نتحدث عن الخدمات اللي بتقدمها، اليه العمل كيف بتتم عندك بالعياده؟ تفضل. اليه العمل في البدايه نحن بنكشف على المريض، بنشوف، فهو نحن بنعالج جميع الامراض، طبعا الامراض الجلديه التقليديه سواء إكزيما، حب شباب، فطريات، فيروس، يعني كل الأشياء، إما التهابات أو إنها فيروسات أو إيش أسبابها. نعم. دكتور، تساقط الشعر. تساقط الشعر أيضا. آه. دكتور، نتحدث عن أمراض الجلدية، هي تولد مع الإنسان رباني ولا مع الزمن الأمراض الجلدية؟ في منها يعني بتكون وراثة. زي الإكزيما والصدفية غالبا بتكون وراثية، وفي أمراض وراثية أخرى بس بتكون مثلا ممكن تكون قليلة نسبتها، وفي أمراض مكتسبة زي مثلا التهابات البكتيرية، الفيروس، جفاف الجلد والأشياء هذه والأشياء. نتحدث عن الأسباب اللي بتؤدي لأمراض الجلد دكتور أسامة، ما هي الأسباب؟ يعني مثلا اللي بتنتقل عن طريق الميكروبات سواء البكتيريا او الفطريات او الفيروس، عدوى او ضعف مناعه بالجسم بتؤدي للاشياء هذه. طبعا دكتور، فوت اكثر بالتفاصيل نعرف استاذ المشاهدين ما المقصود بجراحه الجلد والليزر. تفضل. جراحه الجلد والليزر يعني الليزر نحن عندنا ممكن نستخدمه لازاله الشعر، مرات للتجاعيد في الوجه، للتصبغات، للوحمات، هذا الليزر. والجراحه احيانا ممكن تحتاج برضه مرات كيس دهني نشيله جراحه تحت التخدير الموضعي سواء بالوجه، بالراس، باي مكان من الجسم. أو مرات أشياء زي التواليل، مسامير اللحم، نعمل لها تبريد بالسائل نيتروجين. نعم. دكتور أسامة، هلا بدنا نحكي عن الليزر للوحمة، نسبة نجاحها إنها تنزال من نهائيا كم نتحدث مثلا إذا كانت الوحمة كبيرة بدنا نحكي؟ والله مثلا بنقسم الوحمات، السود اللي لونهم أسود. نعم. هذول يعني لا صعب، صعب. ما نحكي مثلا لونهم بيجي احمرار، الاحمرار هذول بس بدهم عدد جلسات كثير، يعني عدد جلسات، يعني نتحدث عدد الجلسات مثلا 6 جلسات؟ لا اكثر. نعم. مش اقل من 25 جلسه. 25 جلسه، نسبه نجاحها بدنا نحكي يعني 90%. وكمان مثلا بيعتمد على العمر، اذا انك بلشت فيه بكير احسن. هو اذا بلش فيه بكير بيكون افضل. افضل يعني مرات لما بيجوا متاخرين هذول شويه يعني بغلبوا. نعم. دكتور، الان نتحدث عن الامراض التناسليه، نتحدث بعرف الساده المشاهدين ما المقصود فيها، تفضل، وكيف بيتم علاجها؟ نحن الامراض التناسليه بدون مؤاخذه يعني هي الامراض اللي بتنتقل احيانا عن طريق الجنس. زي السيلان والتواليل. نعم. والفيروس بتنتقل، فهذه برضه بنعالجها سواء ذكر او انثى. نعم. ممكن نعالجهم، ومرات مرات مرض العقم، عقم كمان بنعالج العقم.
نسبة نجاح العقم عندك دكتور نتحدث مثلا من الذكر والأنثى كيف نحن عارض من عارج الذكور الأنثى الأناث بروحوا على النسائية نعم بس الآن نتحدث عن تطور هذا القطاع كيف بتشوف من وجهة نظرك؟ والله هو الحمد لله انه تطوره جيد يعني القطاع الجلدي والتجميل جيد بس انه يعني نحن بننصح الشعب والمواطنين انهم دائما يلجأوا لاطباء الجلديه المستشارين اللي يعني مختصين في هالشغله ما يروحوا لمراكز تجميل لانه كثير بيجينا منهم مشاكل نعم يعني بدنا نحكي مثلا في مراكز التجميل وحده عملت ليزر حرقوا لها جسمها هيك جبتيها نعم يعني عم بيجي مشاكل وسلبيات كثيره من المراكز نعم والمراكز الطبيه فنحن يعني بننصح الشعب واخواننا المواطنين انهم دائما يجي يلجأوا لصاحب القرار يعني للدكتور المختص نعم بقول لكل مثلا نحكي شغله اختصاص الليزر للطبيب الجديد دكتور الان نتحدث عن المشاكل المعوقات مثلا بنعرف اي مشروع اللي ما يمر بمشاكل معوقات تفضل دكتور اسامه والله هي المعوقات يعني عنا كانت السياحة العلاجية ممتازة ماشية في الأردن بتدر للأردن مليار ونص هي بترول الأردن فهو شوي مع الظروف في المنطقة عنا شوي أثرت على الحركة الخارجية وكمان إجراءات الحكومة شوي أنها بتنكد يعني في الفيز ما بتخليهم شوي فعم بلجأوا على دول أخرى مثل تركيا ومصر ودبي والقاهرة أخذوا سوقنا نعم. عشرات الألوف من اللي كانوا يجوا عنا صاروا يروحوا هناك لأن هناك بيعملوا تسهيلات ونحن بنعمل تصعيبات نعم دكتور أسامة نتحدث مثلا عن الحلول من وجهة نظرك يعني مفروض الحكومة تسهل السياحة العلاجية ما دامها بتجيب لكم مليار ونص وهي بترولكم سهلوا للعالم والسياحة العلاجية بعدين تعال منطقتنا زي منطقة الخالدي منطقة طبية ممتازة نعم مفروض انهم يعملوا مواقف للسيارات يعملوا اشي الامانة مش بس يحطوا شرطة المرور تعبي مخالفات للناس يعني بس المريض ينزل فوق كشفيته لازم ياخذ مخالفة يعني ما بعرف هم بيجدوا المشكلة وما بيجدوا للحل نعم نحكي مثلا مفروض يسهلوا الامور مثل ما يطلعوا لبرا مثلا هايهم طلعوا اوريدي طلعوا وخلصوا نعم فما ايش اللي بدهم اياه مش عارف دكتور اسامه الان نتحدث عن مثلا نحكي الشعبيه لا تاتي من فراغ ما شاء الله لك باع طويل في هذا المجال نتحدث عن ثقه المرضى مثلا ايش اعتمادك بيكون على المرضى كيف قدرت تاخذ ثقتهم نتحدث مثلا والله يعني هو الحمد لله نحن خريجين المدرسة العسكرية وشي دائما نحكي الصدق ما منلف مندور وما منحكي يعني منقول this is هذا هيك هذا هيك عندك هيك عندك هيك ما احنا مش هدفنا مادي نلم فلوس هدفنا ننفع المريض فهذه نحن يعني هذا واجبنا الأساسي ان المريض يستفيد والحمد لله ونطلع الحمد لله رب العالمين دكتور أسامة الآن نسمع منك كلمة للخريجين الجدد في نفس المجال لزملائك في نفس الاختصاص ايش تحب توجه لهم رسالة تفضل والله انه يمشوا بالطريق الصحيح وبعدين يعني في من الاخوان اللي عم بتخرجوا جداد يعني معلش انك تتجه للتجميل بس لا تنسى قاعدتك الأساسية الجلدية اعرف تعالج امراض الجلدية الاساسية هذا الاساس وبعدين لو بدك تعمل تجميل ما في مانع انا بعمل تجميل بس اني ما بنسى اني اعالج الاكزيما الصدفية الفطريات تساقط الشعر كله وحب الشباب كله يعني بنعالجه مش بترك الاساس وبصير اروح على الرتوش خلينا نقول نعم بشكرك دكتور اسامه طبعا دكتور اسامه الان نتحدث عن نعمه الامن والامان مثل ما بتعرف الاردن بتمتع عن نعمه امن وامان لما يزيدنا عن باقي الدول طبعا نحن دكتور اسامه بنتمنى السلام لجميع الدول العربيه بس كمواطن حضرتك ايش بتعني لك نعمه الامن والامان والله هي بتعني كثير يعني سواء انت كطبيب او غيري من الاخوان اللي بيشتغلوا مهن اخرى الهدوء والامان للمواطن كمان للي بيجي من برا كمان لما بيشعرونا في امان بيرتاحوا كثير يعني عم نعالج كثير اخوان سوريين عراقيين اكراد
يعني كثير بيجوا مرتاحين في البلد، بقول لك والله بنتمشى بنروح على المطاعم بنسهر طول الليالي ما بنشعر، فهذه نعمة نسأل الله أنها تدوم. نعم بالتأكيد والله يديمها علينا يا رب. دكتور أسامة، نتحدث الآن لو مثل ما بنعرف الملك قريب من الشعب، وأي شخص بتمنى رؤية جلالتنا الملك لو حالفت الحظ والتقت فيه لبضع دقائق، شو تحب تحكي له؟ والله إنه بنحب نحكي له إنه يعطي اهتمامه للسياحة العلاجية ويوفر لها التسهيلات اللازمة إن شاء الله، وتوجيهاته للحكومة مشكورة، ودائما نعرف إنه جلالته بحاول مصلحة البلد، مصلحة اقتصاد البلد، فإنه مثلا توجيهاته للحكومة إنها تسهل السياحة العلاجية وتكون أحسن وتكون أقوى إن شاء الله. بالتأكيد بشكرك دكتور أسامة على اللقاء الجميل مع حضرتك. الآن نحب نتحدث عن مكان العيادة وإرقام هاتف للتواصل. يعني 21 شارع أبو فراس الحمداني. نعم. اسمه مجمع السخاء الطبي مقابل مستشفى فرح في جبل عمان. نعم، ارقام الهاتف سوف تظهر على الشاشه عند الزميل احمد غنيمات. بشكرك مره ثانيه دكتور، يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. وفي نهايه هذا اللقاء اعزائي المشاهدين، نتقدم بجزيل الشكر العرفان للدكتور اسامه المجالي على تواصل دعم لهذا البرنامج. يعطيك العافيه دكتور اسامه. الله يعافيك ويسلمك.